قصر السفالة العتيق بولاية عامة. لطالما تألم زواره من تدني الخدمات المحفزة لاستقطاب المزيد من المهتمين بالسياحة التاريخية والتراثية، يشهد اليوم محاولات لإعادة الاعتبار. بليزير نجيو هكا للقصر كما يقول القديم، كما هكا في صفيفة، كما هكا هاد لو جون الله يبارك، قهوة أتاي دي تريك تراديسيونيل تو. شيء جميل، شيء جميل انه تعود هذه التقاليد التي لم تكن موجوده. اظن ان شاء الله تكون كاين مبادرات واحد اخرين، هذا هو الاهم، مبادرات في كاع المجالات، ماشي غير في المجال تاع للتعريف بالمنطقه. كيجوا لي توريست يتلاقوا اتا كيما هاك، يتلاقوا حاجه سوفينير، حنا ماذا بينا هاد الصوالح، بس كما راهم ان اكزيستو ماش كاينين. يحيى كفتون واحد من هؤلاء الشباب، اتخذ من أحد المنازل القديمة محلا لتقديم الأطباق التقليدية، وكله أمل في أن تبعث السياحة الداخلية المحفزة على خلق مناصب شغل جديدة. الفكرة جاتني من القصر لما كنت نجي هنا نلقى لي توريس ما لقاوش هاد السيرفيس، خدمات مقهى أتاي مأكولات تقليدية. هذا الأمر راه وفر لي منصب شغل نفسي، وبالمواصلة إن شاء الله تكون هناك مناصب شغل مختلفة. نتمنى من السلطات المعنية من إدارة السياحة والثقافة أنهم يشجعونا. يشار إلى أن قصر سفسيفا يعرف في الآونة الأخيرة اهتماما من لدن الجمعيات المحلية على غرار عروق القصور وتنانت، بغية بعث النشاطات بداخله وجعله قبلة للزوار.